اهلا وسهلا بيكم يا شباب، معاكم محمد الجمال من تيم 5 ميديكس، وهنشرح النهارده باذن الله المحاضره الثانيه عندنا في الكربوهيدرات ميتابوليزم. اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت، اتكلمنا عن الجلايكوليسيس، اتكلمنا عن الفيتس اوف ابزوربد مونوسكارايد، اتكلمنا عنهم بالتفصيل. في ناس كتير حست ان الميتابوليزم صعبه، يعني علشان مثلا كان في حاجات كتير يعني اول مره ياخدوها بالطريقه ديت، حاسوا ان الدنيا كلها داخله في بعضها. شوف يا جماعه، هي الميتابوليزم بتلخبط شويه عشان بيكون في باسوي مثلا، وماده طلعت وماده دخلت ومعرفش ايه، فانتوا حاولوا تتمرنوا عليها كتابه زي ما انا قلت لكم. ليه؟ لان انت لما هتتمرن كتابه هتعرف انت نسيت انزيم ولا نسيت كو انزيم ولا نسيت معرفش ايه، تمام؟ طب انا في الامتحان بيجيني الطريقه ازاي؟ انا قلت لكم على حسب انت هتمتحن ام سي كيو ولا هتمتحن اي سي، تمام؟ طيب لو انت هتمتحن ام سي كيو بتذاكر ازاي؟ يعني انت لو انت بتمتحن ام سي كيو مش مهم تحفظ الباسوي ده جاي ايه وده جاي ايه وتقعد تحفظهم كلهم بالتفاصيل، لا، المهم انك تحفظ الاكشن الاكشن الاكشن. لانه في الامتحان في بتاع الام سي كيو ما بيجيلكش يقول لك اللاكتيت لما بيديني لاكت مثلا، البيروفيت لما بيديني لاكتيت، ايه الانزيم اللي في النص، هتقوم تجاوب جاوب ال دي اتش، لا ده كده امتحان سهل جدا. واحنا الدكاتره بتاعتنا ما عندهمش الاسلوب ده، بيسالك سؤال مركب يقول لك اي تفاعل من دول بيكون اوكسيداتيف فوسفوريليشن، اي تفاعل من دول ده يعتبر اوكسيديشن، تمام؟ ويقوم جاي جايب لك اسم انزيم يلخبطك، زي ما انا قلت لك اي تفاعل، اي مثلا انزيم من دول كل الانزيم اللي تحت دي ايريفرسبل ما عدا، هيكون مثلا زي فوسفوجليسريت كاينيز، تمام؟ زي كده هو بيحاول دايما يلخبطك، ده اللي بيجي في الام اس كيو. لكن في الاسي بيكون اسهل كتير الامتحان، يقوم جاي لك مثلا اكتب لي من اول جلوكوز 6 فوسفيت لحد مثلا جليسرال دهايد 3 فوسفيت، تمام؟ فانت هتكتب من التفاعل الباس واي من اول الحته ديت لحد الحته ديت. هل بيطلب مني فورمولا؟ لا، ده بيطلب منك ايه؟ اكتب لي الانزيم واكتب لي الايه؟ الكو انزيم، بس انزيم وكو انزيم، وتكتب بقى التفاعل ده دخل ايه وطلع ايه، غير كده ما بتكتبش، تمام؟ هو التفاعل الحاجة هتكون سهلة معاك، بس انت اهم حاجة ذاكر صح، ذاكر صح، تمام؟ يلا بقى عشان ما نطولش في المحاضرة بتاعتنا نبدأ على طول. عندنا محاضرتنا النهاردة، كنا خلصنا المحاضرة اللي فاتت، كنا قلنا ان البايروفيت هيكون هيمشي في طريق من طريقين، هل حسب ان احنا في حالة هوائية، في ظروف هوائية ولا في ظروف لا هوائية. احنا قلنا اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، قلنا ان احنا عندنا في الظروف اللا هوائية هيتحول عندي اللاكتيت، تمام؟ واسطة لاكتيك اسيد دي هيدروجينيز او لاكتيت دي هيدروجينيز، اعرفوا يا جماعة ايت ده معناه ايه؟ اسيد او ايه او ليبيد، حاجه بترمز ليبيد، تمام؟ فلاكتيك اسيد هو اللاكتيت، تمام؟ يعني لاكتيت دي هيدروجينيز، تمام؟ بواسطه ايه؟ هيتخن ناد اتش ويطلع ناد عشان يحافظ عندنا على كميه الناد اللي موجوده ايه؟ عندنا. ده اللي احنا خلصناه، ما جبناش جديد لحد دلوقتي. الاتجاه الثاني بقى اللي ما كانش واضح في المحاضره اللي فاتت، اللي احنا قلنا هنوضحه بقى في المحاضره دي، تمام؟ عندنا في الحاله الهوائيه بقى هيعمل ايه؟ عايزين ننتج طاقة زيادة. احنا انتجنا في التفاعل الهوائي خدنا كام؟ 8 اي تي بي زي ما احنا قلنا، وهنا انتجنا 2 بس، ده احنا 8 دي مش مكفيه، احنا عايزين ننتج كمية طاقة اكبر واكبر واكبر، فهنخش تفاعلات تانية. قال لك ان انا هحول عندي البايروفيت هحوله لاسيتايل كو ايه، وبعد كده هدخله دور الكريبس اللي هي سيتريك اسيد سايكل، تمام؟ طيب يلا نبدا بقى في الموضوع بتاعنا. عندنا البايروفيت ميتابوليزم، اول حاجه حاططها عندك، حاطط عندك صوره، في ناس كتير ما بتنتبهش ليها لانها بتكون صوره، وفي ناس ما بتنتبهش، يعني احيانا عندنا في الكتاب بتاعنا بيجيبوا صور كتير ما لهاش اي ستيل لازمه، يقوم جاي كاتب النت كاتب مثلا بايروفيت ميتابوليزم، اول صوره تطلع لي يقوم جاي حاططها لك. في ناس كتير ما بقتش بتذاكر من الصور اللي في الكتاب، لان الصور اللي في الكتاب غالبيتها ما منهاش فايده وما بتخدمش الموضوع بتاعنا، زي ما انتوا مثلا بتشوفوا مثلا في الهيستو في الفيسيو ما اعرفش ايه، غالبا ما بتخدمش الحاجه بتاعتنا، فعشان كده ما بتركزش فيها. بس الحاجه دي مهمه جدا، ده يعتبر سؤال ممكن يجي لك لوحده اي سي كده في الامتحان، يقول لي السورس اند الفيتس اوف ايه اوف بايروفيت، يعني ايه؟ ايه هي الحاجات اللي هتديني بايروفيت والبايروفيت هيديني ايه؟ تمام؟ بص يا جماعه، البايروفيت بيدي حاجات وفي حاجات بتدي، وهو في احيانا بيحصل تبادل، حاجه بتكون ايه؟ ريفرسبل. يعني ايه؟ بصوا يا جماعه، يعني انا مثلا عندكم في السهمين دول طالما مديك سهم رايح وسهم جاي، يعني مثلا الجلوكوز ممكن يديني بايروفيت زي ما احنا قلنا في الجلايكوليزيس، وممكن البايروفيت يديني جلوكوز زي ما هناخد قدام، ممكن اللاكتيك اسيد يديني بايروفيت، وممكن البايروفيت يديني لاكتيك اسيد، لان احنا عارفين ان التفاعل ده ريفرسبل يقدر يرجع، يعني بواسطه نفس الانزيم بايروفيت يتحول للاكتيت بواسطه لاكتيك اسيد دي هيدروجينيز، واللاكتيت يتحول لبايروفيت بواسطه لاكتيك اسيد دي هيدروجينيز برضه، تمام؟ طب ايه كمان؟ ممكن كمان يديني شويه امينو اسيد، ممكن يديني مثلا الانين، تمام؟ طب وممكن كمان الالانين يديني كمان ايه؟ بايروفيت، تمام؟ يعني البايروفيت ممكن يديني الانين وممكن الانين يديني بايروفيت، تمام؟ قال لك بقى ان في شويه حاجات ثانيه بتكون موجوده عندنا،
يعني هي اللي بتدي باي ري بس بيكون السهم في اتجاه واحد، تمام؟ يا اما هيدي يا اما هياخد، تمام؟ احيانا الماليك اسيد ممكن الماليك اسيد يدينا بايروفيت، الماليك اسيد من السورس، ممكن كمان الجليسترول ممكن هو كمان يدينا بايروفيت، لكن ما ينفعش العكس، ما ينفعش بايروفيت يدينا جليسترول، ما ينفعش بايروفيت يدينا ماليك اسيد، تمام؟ طيب البايروفيت بقى هيدينا ايه؟ قال لك ان هو هيدينا اسيتايل كو ايه؟ او هيدينا اوكزالو اسيتيك اسيد او اوكزالو اسيتيت، تمام؟ الاوكزالو اسيتيك ده بنرمز له ايه؟ بو او ايه ايه عشان الحاجه دي هنحتاجها قدام شويه كده، الوسط او ايه اللي هو الاوكزالو اسيتيت، تمام؟ طيب احنا مش هنحتاج في المحاضره بتاعتنا دلوقتي غير اللي احنا مش هنحتاج غير الايه، غير الاسيتايل كو ايه بس. ازاي نحول بايروفيت لاسيتايل كو ايه؟ بص يا جماعه، انا عشان احول من بايروفيت لاسيتايل كو ايه ده بيحصل عندي فين؟ بيحصل عندي في الميتوكوندريا. ليه؟ لان الانزيم اللي بيحول عندي الحاجه دي اللي بيشتغل عليها مش موجود غير في الميتوكوندريا، فانا محتاج ان انا انقل البايروفيت ده من السيتوبلازم للميتوكوندريا. انت قلت لي انك هتنقله من السيتوبلازم للميتوكوندريا، ايه اللي عرفك ان هو موجود اصلا في السيتوبلازم؟ احنا عارفين يا جماعه ان الباس واي بتاع الجلايكولسيس حصل فين؟ حصل في السيتوبلازم. واحنا قلنا بيحصل اي حاجه في الميتابوليزم بتحصل عندي في مكان من مكانين، يا اما في الميتوكوندريا يا اما فين؟ يا اما في السيتوبلازم. احنا هننقله من السيتوبلازم، هننقل البايروفيت من السيتوبلازم لحد الميتوكوندريا اللي موجود فيها اللي احنا عشان نصنع منه، عشان نصنع من البايروفيت ده اسيتايل كو ايه، بينقله عندي الميتوكوندريا. مين اللي بينقله لي؟ بيكون موجود عندي بايروفيت ترانسبورتر ناقل للبايروفيت، هنقله عندي الايه؟ الميتوكوندريا، تمام؟ طيب ايه هو التفاعل بقى اللي بيحصل عندي؟ ازاي احول عندي اتنين بايروفيت؟ افتكر احنا عندنا كام بايروفيت؟ عندنا اتنين، عندنا كام؟ اتنين، لان وان جلوكوز اداني اتنين بايروفيت، تمام؟ احول الاتنين بايروفيت دي عايز احولهم لايه؟ لاسيتايل كو ايه، تمام؟ طيب قال لك ان الانزيم اللي بيشتغل عليهم اسمه ايه الانزيم ده؟ اسمه بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، وزي ما احنا قلنا ده بيكون موجود فين؟ ده بيكون موجود في الميتوكوندريا، تمام؟ طيب احنا شايفين، احنا عارفين اي انزيم، سمعنا باي انزيم مثلا لاكتيك اسيد دي هيدروجينيز، ما اعرفش جلوكوكاينيز هيكسوكاينيز، اول مره اسمع عن كلمه كومبلكس دي. كومبلكس دي يعني معناه ان ده اكتر من انزيم، ده مش انزيم واحد، تمام؟ ده اكتر من انزيم مجتمعين مع بعض هم كلهم بيشتغلوا علشان يحولوا البايروفيت لاسيتايل كو ايه. زي ما انت مثلا ايه، ممكن تكون مثلا انت الاوضه بتاعتك عايز تدهنها، هيجيب ثلاث عمال مثلا كلهم شغلتهم الوحيده ان هم يدهنوا الايه؟ الاوضه ديت، تمام؟ فاحنا كل شغله الانزيم دي، يعني انزيم وانزيم وانزيم، كل شغلتهم ان هم ايه؟ يحولوا البايروفيت لاسيتايل كو ايه. طب الاسم الثاني ايه؟ اسمه مالتي انزيم كومبلكس، تمام؟ يبقى البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس هيحول البايروفيت لاسيتايل كو ايه، تمام؟ طالما هم انزيمز كتير محتاجين عندي اكتر من كو انزيم، كو انزيم مش محتاجين عندي كو انزيم واحده، محتاجين عندي خمسه كو انزيم. ليه؟ قال لك ان احنا قبل ما نعمل حاجه، ايه هو الكو انزيم؟ احنا عندنا الكو انزيم ده عباره عن حاجه انت بتحتاجها علشان تشتغل، لازم تكون موجوده عشان تشتغل. اضرب لكم مثال بسيط، احيانا مثلا ان شاء الله لما تيجوا تكبروا وتتجوزوا كده، ممكن مثلا تيجي تخطب واحده، ولما يجي وقت تيجي مثلا تتجوز تقول لهم انا عايز اتجوز مثلا دلوقتي، يقول لك لا ده عمها هناك في السعوديه ما نقدرش نعمل الفرح غير لما يجي، دخلها ما اعرفش فين ما نقدرش نعمل فرح غير لما يجي. هل خالها ولا عمها هو ده اللي هيتجوز؟ لا. هل الفرح هيقف عليه؟ لا، بس هو لازم يكون موجود عشان الفرح ده يتم. هو ده اللي بيحصل عندنا، الانزيم يقول انا مش هشتغل غير لازم يكون عندي الخمسه كو انزيم دول متوفرين عندي. طب مين هم الكو انزيم الخمسه اللي موجودين؟ اللي هو تي بي بي، اللي هو ثايمين بايروفوسفيت، ثايمين بايروفوسفيت، او ليه اسم تاني اسمه اكتيف فيتامين بي. احفظ الاسم التاني عشان الام سي كيو ممكن يجيب لك اي حاجه من الثلاث اسامي دول، تمام؟ طب ايه الحاجه التانيه؟ اللي هو اللايبوك اسيد، واختصاره ايه؟ ال. طيب وعندنا كمان كو انزيم ايه اللي هو كو اي اس اتش، كمان فاد وناد، احفظهم ازاي؟ فاد وناد مع بعض، و ال و تي بي بي و كو اي اس اتش، تمام؟ فاد وناد ال و تي بي بي و كو اي اس اتش، تمام؟ دي كلهم محتاجينهم، محتاجهم البايروفيت دي هيدروجينيز عشان يحول البايروفيت لايه؟ لاسيتايل كو اي، تمام؟ طب ايه اللي بيحصل عندي؟ مين اسمه بايروفيت دي هيدروجينيز؟ طالما دي هيدروجينيز يبقى انا عرفت ان هشيل من عندي هيدروجين من البايروفيت. طيب يعني هيشيلها على مين؟ هيرميها في الزباله؟ لا، ده هيشيلها على ناد. كل حاجه تيجي في دماغك دي هيدروجينيز هيقوم جاي شايلها على ناد، ما عدا واحد بس هنقوله كمان شويه، تمام؟ فاحنا هيقوم جاي داخل عندنا ناد، طالع عندنا ناد اتش بلس اتش. بس ده اللي هيحصل؟ قال لك لا، قال لك ان احنا عندنا كمان في هيقوم جاي طالع عندي من التفاعل، طالع عندي
كربون دايكسيد، تمام، طالع عندي سي او 2، طالع عندي من الايه، من التفاعل، وهدخل كو اي اس اتش، يعني هدخل ناد وكو اي اس اتش واطلع كربون دايكسيد واطلع كمان ناد اتش بلس اتش. لو انا حبيت استنتج المربع الاصفر اللي احنا كنا بنكون عاملينه فوق، هيكون اسم التفاعل ده ايه؟ اسمه اوكسيداتيف ديكربوكسيليشن. اوكسيداتيف ديكربوكسيليشن، اوكسيداتيف ديكربوكسيليشن. ليه؟ طلعت اتشين، طالما طلعت اتشين يبقى دي عملت عمليه ايه؟ اكسده، تمام. طيب دي كربوكسيليشن يعني شلت ايه؟ شلت كربون دايكسيد من الايه، من التفاعل. طيب انا ليه دخلت عندي كو اي اس اتش؟ بص، كو اس اتش دي بنستخدمها عشان الاكتيفيشن، عشان الاسيتايل كو ايه، ممكن يكون يطلع عندي اسيتايل بس ده ما بيكونش اكتيف، فانا عشان اخليه اكتيف يقدر يعمل تفاعل تاني لازم اخليه كو اي، لازم اخلي اخره كو اي. دي حاجه هتاخدوها في الليبد ان شاء الله، يعني في الترم الثاني باذن الله، تمام. فانا البايروفيت هحوله لاسيتايل كو اي. طب الكو اي دي جبتها منين؟ اللي هي من كو اي اس اتش. يبقى انا الاكسيداتيف دي كربوكسيليشن الاكشن بيحصل عندي ايه؟ البايروفيت بحول اسيتايل كو اي، بعمل ايه؟ اكسيداتيف دي كربوكسيليشن، بدخل ناد واطلع ناد اتش، دي كربوكسيليشن يبقى بطلع ايه؟ كربون دايوكسيد، وعشان انا طلعت مركب اخره كو اي يبقى انا دخلت كو اي اس اتش اللي هي ايه؟ كو انزيم ايه. طيب الخطوه دي هتطلع لي طاقه، احنا قلنا احنا بنعمل تفاعلات زياده علشان نطلع طاقه، عشان نطلع طاقه. قال لك ان الحاجه ديت انا لما هعمل هتطلع لي 6. طب ازاي؟ انا عندي اللي طالع بس كام؟ ناد اتش، وانت قلت لي ناد اتش هيروح الميتوكوندريا، يوم جاي متحول عندي ل 3 اي تي بي، صح؟ مش ده اللي انت كنت قلته لي؟ تخلي 3 اي تي بي، مش احنا عندنا 2 بايروفيت، والاثنين بايروفيت هيحصل فيهم نفس الخطوات، ف2 في 3 بكام؟ ب6. يبقى انا كده طلع لي كام اي تي بي زياده؟ طلع لي 6 اي تي بي بس من الاوكسيداتيف دي كاربوكسيليشن رياكشن. طلع لي منين؟ لما الناد اتش هيقوم جاي رايح عند الميتوكوندريا عشان يحصل له اوكسيديشن، هيروح عند الاي تي سي الكترون ترانسبورت تشين، هيقوم جاي حاصل له اوكسيديشن ويطلع لي 3 اي تي بي، تمام. هنتكلم بقى عن الريجيوليشن. احنا قلنا طالما اي ريجيوليشن هنتكلم لازم يكون موجود عندنا ريس او بيس ميكر، ما بالك تفاعل واحد ما فيش غير انزيم بس واحد اللي هو اللي شغال، اللي هو بيروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، تمام. فهو اللي هيكون البيس ميكر بتاعنا. هنتحكم فيه ازاي؟ قال لك ان هو بيكون موجود عنده الستيريك سايت. الستيريك سايت ده بيحصل عندي ايه؟ بص يا جماعه، زي ما احنا قلنا احنا عندنا ايه؟ برودكت، حاجه بتكون بعد الانزيم وحاجه بتكون قبل الانزيم. اللي قبل الانزيم بيعمل له اكتيفيشن، واللي بعد الانزيم بيعمل له انهبيشن، تمام. احنا هنركز اسيتايل كو اي ده يعتبر ايه؟ يعتبر برودكت، فهيعمل له ايه؟ فهيعمل له انهبيشن. نايد اتش بلس اتش هتعمل ايه؟ دي عباره عن برودكت، فهتعمل له ايه؟ فهتعمل له انهبيشن. طالما اي حاجه برودكت يبقى هتعمل له انهبيشن. لو زادت، لو انا زادت عندي كميه النات اتش بلس اتش، هل انا محتاج ان انا انتج نات اتش بلس اتش تاني؟ لا. لو زادت عندي كميه الاستايل كو ايه، هل انا محتاج انتج تاني؟ لا. بتعمل ايه؟ انهبيشن. بتعمل ايه؟ انهبيشن. طيب هيجي واحد يسالني يقول لي ازاي دول تقريبا كام انزيم، او اشمعنى ليه ده اكتر من انزيم شغال عندي؟ بص يا جماعه، في انزيم هيعمل لي دي، في انزيم هيقوم جاي مدخل الناد ومطلع ناد اتش بلس اتش، وفي انزيم هيقوم جاي مطلع الكربون دايكسيد، وفي انزيم تاني هيقوم جاي مدخل كو اس اتش. عشان كده هم اكتر من انزيم بس كلهم بيعملوا اكشن واحد، عشان كده سميناهم ايه؟ بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، تمام. طيب نكمل عندنا الريجيوليشن. عندنا كوفيننت موديفيكيشن. طالما سمعت كلمه كوفيننت موديفيكيشن يبقى هيجي في دماغي فوسفوريليشن ودي فوسفوريليشن. في انزيم بيكون اكتف وهي فوسفوريليتد، في انزيم بيكون اكتف وهي دي فوسفوريليتد، تمام. طيب واللي بيكون اكتف وهو دي فوسفوريليتد بيعمل ايه؟ يا اما بيكسر جلوكوز، يا اما بيبني ليبيد. يا اما بيكسر جلوكوز، يا اما بيبني ليبيد، تمام. وبتكون اكتف بسيط مين؟ الانسولين. طب اللي بتكسر ليبيد وبتبني جلوكوز دي بتكون اكتف بسيط مين؟ الجلوكاجون. هيعمل لها اندكشن وهيعمل لها كمان فوسفوريليشن، بس احنا ما عندناش ايه؟ اندكشن وريبيشن في التفاعل ده، تمام. طيب فيحصل لنا عندنا ايه؟ الانزيم ده هيعتبر ايه؟ بيكسر جلوكوز. ده تكمله للجلايكوليسيس، تكمله للجلايكوليسيس، تكمله للتفاعل بتاع تكسير الجلوكوز، فهيكون اكتيف وهو ايه؟ دي فوسفوريليتد. ليه؟ لان احنا بنكسر جلوكوز وبنبني ايه؟ وبنبني ليبيد. طب مين اللي هيعمل لنا الحاجه ديت؟ مين اللي بيكون بيتفرز في الوقت ده؟ اللي هو مين؟ الانسولين، تمام. طب مين اللي هيخليه ان اكتف؟ افرض انا دلوقتي مش محتاج انتج طاقه، انا دلوقتي في حاله فاستنج مش محتاج انتج طاقه، مين اللي هيعمل له ان اكتيفيشن؟ مين اللي هيعمل له انهبيشن؟ اللي هو مين؟ الجلوكاجون، بواسطه انه هيعمل له ايه؟ هيعمل له فوسفوريليشن، تمام. طيب ايه هي بقى الانهبيتورز بتاعت الاوكسيداتيف دي كربوكسيليشن؟ خدنا احنا في المحاضره اللي فاتت واحد عندنا اسمه الارزينيت، وكان بيعمل انكابلنج للاوكسيداتيف فوسفوريليشن، بيعمل لها ايه؟ انكابلنج. فاكرين لما كان بيفصل دي عن دي وكان بينقص عندنا 2 اي تي بي؟ احنا عندنا واحد بقى اخوه شبهه كده اسمه الارزينايت، اسمه الايه؟ الارزينايت، بس ده بينقص اي تي بي، ده اكتر طيب من اخوه، يعني هما الاثنين زي الزفت، بس ايه؟ بس ده اكتر، بس ده طيب اكتر، تمام.
قال لك ان هو والميركري بيعملوا للبيروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، بيعملوا له ايه؟ بيعملوا له انهبيشن. ازاي؟ قال لك ان انا عند البيروفيت دي هيدروجينيز بيكون موجود عنده حاجه اسمها سلفو هيدرال جروب، يعني ايه؟ اس من سلفر والتاني ايه؟ تمام، يبقى ادي اس و اتش، تمام، اس اتش ايه؟ اس اتش جروب، او اسمها الاسم التاني هي اسمها ثيول جروب، تمام. دي بتكون موجوده عند الانزيم ده؟ قال لك لا، ده بتكون موجوده عند واحد من قرايبه، تمام، بتكون موجوده عند واحد من ايه؟ من قرايبه، اللي هو مين؟ اللي هو اللايبوك اسيد. فاللايبوك اسيد لو انا عملت لللايبوك اسيد انهبيشن مش هيقدر يجي عند التفاعل ده. يعني مثلا ايه؟ ممكن يكون عمها اللي في الخليج ده راح جاي جاي مثلا جاي عشان ينزل الفرح، المفروض الفرح مثلا كمان شهر، تمام، راح جاي حاصل له حاجه وراح جاي تعبان في المستشفى ومش هيقدر يجي وهيتعالج كمان شهر، يعني يبقى هو هياخر الفرح ولا مش هياخره؟ لازم هو يكون موجود. فهو من كتر رخامته، بالرغم ان احنا مستنيينه علشان يجي الفرح ونخلص نتجوز بقى، يعني انت عارفين بقى لسه يعني بقى 60 سنه لما تخلص كليه الطب باذن الله، يعني مستني بقى عشان تخلص وهتتجوز بقى ان شاء الله، هو ده جاي معطل لك الحاجه دي. فهو بيقوم جاي عامل ايه؟ متحد مع السلفا هيدرا مع الاس اتش جروب بتاعت اللايبك اسيد ويخليه ما يقدرش يجي التفاعل ده. وطالما اللايبك اسيد ما جاش التفاعل، الفرح مش هيتم والبيروفيت دي هيدروجينيز مش هيقدر يشتغل الشغل بتاعه، تمام. فبالتالي هيحصل عندي ايه؟ هيحصل عندي ان البيروفيت مش لاقي حاجه يتحول ليها، مش هيعرف، مش لاقي حاجه خلاص. يعني البيروفيت دلوقتي بعد ما كان بيتصرف يتحول لاسيتايبكو ايه، مش هيلاقي مسار تاني يتحرك ليه، فهيقوم جاي متحول عندي الايه؟ متحول عندي للاكتيك اسيد. يوم جاي راجع، يقوم جاي داخل بقى تفاعل لا هوائي، يقوم جاي متحول عندي اللاكتين، تمام. فبالتالي هيحصل عندي ايه؟ كميه من اللاكتين بقى كده هتزيد، ان انا عندي ايه؟ كميه البيروفيت اللي كانت بتتصرف عندي ما هيش بتتصرف، ده بتتصرف دلوقتي اللاكتين، فيتراكم عندي الاسيد. واحنا عارفين ان الاسيد بيغير عندي البي اتش، طالما غير عندي البي اتش هيحصل عندي لاكتيك اسيدوزس، لاكتيك اسيدوزس، تمام. مقياس الحموضيه بتاعي هيزيد جدا، تمام. طيب دلوقتي بقى نخش على الحاجه اللي بعدها. دلوقتي بعد ما خلصنا البيروفيت ميتابوليزم اللي هي الجزئيه بتاعت الاكسيداتيف ديكربوكسيليشن، هنخش دلوقتي على حاجه مهمه تانية اسمها سيتريك اسيد سايكل، او الاسم التاني ليها اسمها تراي كربوكسيليك اسيد سايكل، او الاسم اللي احنا عارفينه بقى اللي هو دوري الكريبس. شوف يا جماعه، انت سي اي سي وتي اي سي وما اعرفش وكريبس سايكل، دي كلها اسامي مهمه، بس اهم اسم بالنسبه لكم اللي هو بيجي في الامتحانات بجد بيجي اللي هو تي اي سي. ليه؟ لان هو عارف انك عارف دوره الكريبس دي من السنه، وعارف ان احنا لما بنكررها في الكليه بنقعد نقول سيتريك اسيد سايكل، سيتريك اسيد سايكل، سيتريك اسيد سايكل، تمام. لكن هنا سايجريسور هي دي بقى الاسم اللي بيجي في الام سي كيو كتير جدا، تمام. طيب ايه هي بقى سيتريك اسيد سايكل او دوره الكريبس؟ بص يا جماعه، قال لك ان هي عباره عن مجموعه من الرياكشن بتحصل في الميتوكوندريا، تمام. يبقى احنا عرفنا ان السايب بتاع سيتريك اسيد سايكل بيحصل فين؟ بيحصل في الميتوكوندريا، تمام. طيب بيحصل عندنا ايه؟ بنقوم جايين مكسرين الايه؟ الاسيتايل كاتابوليزم، زي ما احنا قلنا في اول محاضره خالص ان كلمه ميتابوليزم معناها انابوليزم وكاتابوليزم، كاتا معناها تكسير. هتقوم جاي مكسر عندي الاسيتايل ايه؟ ليه؟ علشان اطلع هيدروجين ايكويفالنت. يعني ايه هيدروجين ايكويفالنت؟ يعني ناد اتش بلس اتش واطلع فان اتش 2. طب ليه؟ علشان ينتجوا لي طاقه، عشان ينتجوا لي طاقه. ليه؟ مش احنا عارفين الناد اتش بلس اتش ده اللي احنا عارفينه بيطلع لنا بيروح الالكترون ترانسبورت تشين، ويقوم جاي مطلع لنا 3 اي تي بي، تمام، ده اللي احنا عارفينه. قال لك بقى ان انت كمان في التفاعل ده هيطلع عندي فاد اتش 2 وهيقوم جاي رايح الميتوكوندريا، بس ما بيروحش يطلع لي 3، ما هو الشبه الناد هو اضعف منه شويه، هيطلع لي بس كام؟ 2 جزيء. وزي ما احنا قلنا السيتريك اسيد سايكل بتحصل فين؟ بتحصل في الميتوكوندريا. يبقى انا السيتريك اسيد سايكل ايه الهدف بتاعها؟ بطلع هيدروجين ايكوفالنت ناد اتش بلس اتش وفاد اتش 2 علشان انتج طاقه، عشان انتج طاقه، تمام. دلوقتي بقى هنبدا ناخد الستبس اللي احنا خدناها في الايه، هنبدا بقى ناخد الستبس بتاعت سيتريك اسيد سايكل ازاي بتحصل. بص يا جماعه، احنا عندنا اخر حاجه وصلنا لها ان احنا عندنا البيروفيت اتحول عندي الاسيتايل كو ايه بواسطه انزيم اسمه بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، تمام. وقعدنا نقول ان هو محتاج 5 كو انزيم وما اعرفش ايه، صح، ده اللي احنا قايلينه، تمام. هنبدا بقى الخطوات دلوقتي، انا محتاج الاسيتايل ده في ايه دلوقتي في السيتريك اسيد سايكل؟ قال لك ان انا هقوم جاي عامل ايه؟ هقوم جاي مخلي الاسيتايل كو ايه يتحد مع الاوكسالو اسيتيت، ويقوم جايين مكونين لي ايه؟ سيتريت. والانزيم اللي هيعمل كده هيكون اسمه ايه؟ سيتريت سينسيز. طب انا اسمها اشمعنى سميت الانزيم ده؟ انت احنا متعودين ان احنا بنفهم ليه سمينا الانزيم كده. بص يا جماعه، عندنا سيتريت انه هيصنع عندنا سيتريت، وسينسيز انه هيصنع، وطالما سينسيز وسينسيز ده بنستخدمه ان احنا لما بنربط مادتين عشان نصنع ماده، والانزيم ده يعتبر كوندنسنج انزيم، كوندنسنج انزيم، كوندنسنج انزيم. يعني ايه كوندنسنج انزيم؟ يعني بيربط مادتين مع بعض، بيربط مادتين مع بعض، ده بيكون اسمه ايه؟
كوندنسنج انزيم، هيربط اسيتايل كو ايه، يربطها مع اوكسالو اسيتيد، ويقوم جايين مخليني مكونين عندي ايه سيتريت. تمام. طب التفاعل ده بيحصل ازاي؟ بيقوم جاي عامل ايه، بيقوم جاي مدخل ميه ومطلع كو ايه اس اتش. كو اس اتش دي بتاعت مين؟ بتاعت الاسيتايل كو ايه. تمام، يعني مدخل ميه ومطلع ايه كو ايه اس اتش. تمام. طيب بعد كده هيحصل عندي ايه؟ هيقوم جاي الستريت ده متحول عندي لنظير حاجه شبهه بالظبط اسمه اكونيتيز. طب ايه اللي حاجه ايه اللي عمله الاكونيتيز؟ ايه اللي عمله الانزيم ده؟ قال لك ان هو عمل ايه؟ راح جاي مدخل ميه ومطلع ميه. تمام، يعني دخل ميه وطلع ميه، فمكون عندي ايزوستريت. طب انا استفدت ايه دلوقتي؟ دخلت ميه طلعت ميه، المفروض الستريت يديله ستريت زي ما هو. لا بص يا جماعه، انت ممكن تكون دخلت طلعت الموبايل من جيبك اليمين ودخلته في جيبك الشمال، هل هم في نفس الحاجه في نفس المكان؟ لا، انا ممكن اكون المايه اللي انا دخلتها الاولانيه دي دخلتها في كاربون نمبر مثلا 3. تمام، رحت جاي مغيره الشكل ورحت جاي حاططها مثلا في مكان تاني. تمام، فهي بنفس الفكره دي. تمام، يبقى انا دخلت مايه وطلعت مايه، اتحول عندي النظير لحاجه شبهه بالظبط، ابن عمه يعني، شبه بعض جدا. تمام، اتحول عندي لايه؟ لايزو سيتريت. تمام، الايزو سيتريت ده هيقوم جايين عاملين له ايه؟ شايلين منه تو هيدروجين بسيط، انزيم هيكون اسمه ايه؟ ايزو ستريت دي هيدروجينيز، يعني هيشيل هيدروجين على ايه؟ على ناد اتش، هيشيل هيدروجين من هيشيل هيدروجين على ناد ويتحول عندي ناد اتش بلس اتش، يتكون عندي مركب اسمه الفا كيتو جلوتاريت. طب دي هي الحاجه الوحيده اللي هيعملها؟ قال لك لا، ده كمان هيطلع عندي كربون دايكسايد، هيطلع عندي سي او 2. طب انا عايز واحد ذكي بقى يستنتج لي اسم التفاعل ده، هيكون اسم التفاعل ده ايه؟ اوكسيداتيف، لان احنا شلنا اتنين هيدروجين، دي كاربوكسيليشن لان احنا شلنا كربون دايوكسيد. تمام، يبقى التفاعل ده برضو اوكسيداتيف دي كاربوكسيليشن، زي التفاعل بتاع ايه لما بنحول البيروفيت لاسيتايل كو، ايه ده برضو اوكسيداتيف دي كاربوكسيليشن. تمام، طيب بعد كده هنقوم جايين واخدين الالفا كيتو جلوتاريت دي محولينها لمركب تاني اسمه ساكسينايل كو ايه. ساكسينايل كو ايه، طب ده يحصل عندي بواسطة ايه؟ برضه بالاكسيداتيف دي كاربوكسيليشن. طب نشوف اسم الانزيم الاول، اسمه الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز، يعني هيشيل هيدروجين من الالفا كيتو جلوتاريت، يعني هيشيلها على ايه؟ هيشيلها على ناد، يبقى هيتحول الناد، هيتحول عندي الناد اتش بلس اتش، بس ده اللي هيحصل. قال لك لا، احنا كمان هنطلع سي او 2، يعني هنطلع عندنا كربون دايوكسيد، يبقى ايه بقى التفاعل ده برضه اسمه ايه؟ اكسيداتيف دي كاربوكسيليشن. تعالوا بقى كده عشان ما نتوش من بعض نعيد التفاعل كده مره. بص، اسيتايل كو ايه هتتحد مع اكسال اسيتيت، طالما اتنين اتحدوا مع بعض يبقى الانزيم هيكون اسمه ايه؟ سينسيز. طب هيصنع عندي ايه؟ هيصنع عندي سيتريت، هيكون اسمه سيتريت سينسيز. هيعمل ايه الانزيم ده؟ هيدخل ميه يطلع كو اس اتش. طب السيتريت هنحولها لايزو سيتريت، الاثنين ولاد عم شبه بعض جدا، بس بواسطة انزيم اسمه ايه؟ اسمه اكونيتيز. عمل ايه؟ دخل ميه طلع ميه بس في اماكن مختلفه. تمام، ايزوستريت حولت الالفا كيتو جلوتاريت اوكسيداتيف دي كاربوكسيليشن بواسطه مين؟ ايزوستريت دي هيدروجينيز، الفا كيتو جلوتاريت حولتها على ساكسينايل كو ايه برضه اوكسيداتيف دي كاربوكسيليشن، رجع عامل ايه؟ بواسطه انزيم اسمه ايه؟ الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز. انا عايز احفظ من الخطوه ديت للخطوه ديت، احفظها، عايز طريقه سهله تسهل عليا. ستيب 1 دخل ميه طلع كو اس اتش، طيب ستيب 2 دخل ميه طلع ميه، يبقى انا في الخطوتين دخلت ميه، يبقى انا حفظت ان في اول خطوتين هدخل ميه، بس الحاجه اللي هطلعها هتكون مختلفه، اول مره هطلع كو اس اتش، ثاني مره هطلع ميه. طب الخطوه الثالثه والرابعه الاثنين اكسيداتيف دي كاربوكسيليشن. تمام، طيب انا دلوقتي الساكسينايل كو ايه في الخطوه اللي بعدها؟ هحوله عندي لساكسينيت. تمام، بواسطه ايه؟ بواسطه انزيم اسمه ساكسينايل كو ايه سينسيتيز. ليه ما سميتش ده سينسيز؟ ليه سميته سينسيتيز؟ الفرق ما بين سينسيز والفرق ما بين سينسيتيز، بص يا جماعه، لو شفت عندي كميه طاقه، لو شفت عندي طاقه، لو هو ربط، احنا قلنا سينسيز يبقى بيربط مركبين مع بعض. تمام، فطالما عمل مسك مركبين مع بعض، شايفين اهو، مسك اي تي بي خلاها تمسك مع ايه؟ مع جي دي بي، يعني بقى عندها خلى فوسفيت تمسك مع جي دي بي، فتكون عندي جي تي بي. فطالما حاجه ليها علاقه بالطاقه، احنا عارفين الجي تي بي والاي تي بي وكل الحاجات دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن حاجات كده، يعني كلهم مركبات ايه؟ مركبات ليهم علاقه بالايه؟ بالطاقه، يعني هما الاثنين كلهم اخوات زي ما انتوا خدتوا في شابتر مولكيولار بيولوجي. تمام، كلهم ايه؟ كلهم شبه بعض. تمام، كلهم بيعتبروا ايه؟ انرجي سورس. تمام، فاحنا لما هيربط حاجه ليها علاقه بالطاقه، ففي الحاله دي هيكون اسم الانزيم فيه حرف التي اللي هو سينسيتيز، لو في طاقه يبقى في تي، لو مفيش طاقة يبقى ايه؟ لو ربط مركبين مالهمش علاقة بالطاقة، ففي الحالة ديت هيكون اسمه ايه؟ سينسيز، هيكون اسمه سينسيز. تمام، فهيتكون عندي ايه؟ جي تي بي، هيقوم جاي جايب جي دي بي وين اورجانيك فوسفيت، بس خليهم الاثنين يمسكوا مع بعض، مكون عندي ايه؟ جي تي بي. طب الانزيم ده اسمه ايه؟ ساكسينايل كو سينسيتيز. سينسيتيز،
طب انا جبت يعني قال لك ان انا عندي ايه الساكستايكو ايه ده بيكون عنده هاي انرجي بوند. طب استنى انا فاكر الكلمه دي سمعتها قبل كده فين. هاي انرجي بوند يعني رابطه، يعني انا جبت ده وده ورحت جاي مخليهم الاثنين يمسكوا مع بعض برابطه. طب الرابطه دي جبتها منين؟ جبتها من الساكسينايل كو ايه. طب الساكسينايل كو ايه عنده هاي انرجي بوند. انا فاكر المركبين في الجلايكوليسس كان عندهم هاي انرجي بوند، فاكرينهم 1 3 بيس فوسفوجليسريت، ومركب تاني كان اسمه ايه؟ فوسفو انول بايروفيت اللي هو كان بيب. هما الاثنين عندهم هاي انرجي بوند، وده الثالث دلوقتي. احنا عندنا لحد دلوقتي ثلاثه عندهم هاي انرجي بوند، ممكن يجيب لك اي واحد منهم في الايه؟ في الامتحان. احنا هنحول الساكسينايل كو ايه؟ هنحول الساكسينايل بسيط ساكسينايل كو ايه؟ سينسيتيز، تمام؟ طيب قال لك ايه كمان؟ ممكن يكون اسم ثاني الانزيم، تمام؟ ممكن يكون اسمه ايه؟ ممكن يكون اسمه ساكسينيت ثيوكاينيز. احنا عارفين كلمه كاينيز لما احنا كنا بنقول حاجه ليها علاقه بالاي تي بي والجي تي بي وما اعرفش اي حاجه من اخواتها، تمام؟ كلمه كاينيز كنا بنقول جايين حاطين ايه؟ حاطين دايره على الاي تي بي. احنا دلوقتي عندنا هنا اي تي بي، وهنقوم جايين حاطين جنب القريب منها، فيكون اسمه ايه؟ ساكسينيت ثيوكاينيز، ثيوكاينيز، تمام؟ عشان كده احنا استخدمناها ثيو دي لانه بيكون عنده الساكسينايل كوئيب ده بيكون عنده ثيو، يعني بيكون عنده ايه؟ ثيو جروب او حاجه كده، يعني ثيو بوند. هناخدها كمان شويه، تمام؟ طيب يبقى احنا وصلنا دلوقتي ان احنا حولنا الساكسينايل كوئيب لساكسينيت وطلعنا عندنا ايه؟ طاقه، تمام؟ قال لك بقى بعدين هنحول الساكسينيت لفيوماريت، بس هنحولها بسيط ايه؟ انزيم اسمه ساكسينيت دي هيدروجينيز، يعني هيشيل هيدروجين من الايه؟ من الساكسينيت، من الساكسينيك اسيد. طب هيشيلها يحطها على ايه؟ على ند ولا على فاد؟ لا ده هيشيلها يحطها على فاد. فانت خلي دماغك حطها كده في دماغك، تمام؟ مفيش اي فات في الكربوهيدرات ميتابوليزم غير بس في الخطوه ديت، من الساكسينيت للفيوماريت. طب انا افتكرها ازاي؟ الفيوماريت اف مع فات، اف مع فات، اف مع فات. يبقى انا لما بحول الساكسينيت لفيوماريت بشيلها على فاد، بشيلها على فاد، اف مع فات، تمام؟ بسيط ازاي؟ اسمه ايه؟ ساكسينيت يا هيدروجينيز، تمام؟ طيب قال لك ان الفيوماريت ده هقوم جاي مدخل فيه ميه، مدخل ميه واقوم جاي محوله الى ايه؟ ماليت، بواسطه انزيم اسمه ايه؟ فيوماريز، فيوماريز، فيوماريز. ده هيكون اسم الرياكشن ده هيكون اسمه هايدريشن رياكشن، تمام؟ اضفنا عندنا ميه، تمام؟ فاحنا حولنا الفيوماريت لماليت، تمام؟ طيب عندنا بقى الماليت ده هنحوله لاوكزالو اسيتيت بواسطه انزيم اسمه ايه؟ ماليت دي هيدروجينيز. احنا خلاص خلصنا الايه؟ خلصنا الخطوه الاولانيه اللي احنا كنا قايلينها، كنا بنقول ان احنا عندنا ايه؟ مفيش فاد في الكربوهيدرات غير ده بس، فطبيعي هنشيل هنا على مين؟ هنشيل على ناد، هندخل ناد ونطلع ناد اتش بلس اتش، وهيتحول عندي اوكسالو اسيتيت. الاوكسالو اسيتيت ده هيعمل ايه؟ هيستنى اسيتايلكو ايه تاني؟ جاي داخلين مع بعض متحدين بواسطه انزيم اسمه ستريت سينثيز، يكونوا لي ستريت. الستريت هيقوم جاي مدخل ايه؟ ميه، مطلع ميه بواسطه الاكوريتيز تتحول للايزوستريت، تمام؟ الايزوستريت هيقوم جاي بواسطه عاملين اوكسيداتيف دي كاربوكسيليشن بواسطه انزيم اسمه ايه؟ ايزوستريت دي هيدروجينيز. الالفا كيتوجلوتاليت هيتحول لساكسينايل كو ايه؟ اوكسيداتيف دي كاربوكسيليشن. طب الساكسينايل كو ايه هيدي عنده؟ هاي انرجي بوند زي بيب وزي 1 3 وسوسفوجليسرين، فهيتحول عندي لساكسينيت، تمام؟ بواسطه انزيم اسمه ساكسينايل كو ايه سينسيتيز، او الاسم الثاني ليه عنده نفس ده نفس الانزيم، اسمه الاسم الثاني اسمه ايه؟ ساكسينيت كاينيز. كاينيز عشان احنا بنقول جايين حاطين دايره على الاي تي بي وحاطين جنب اللي جنبها، فسميناها ساكسينيت ثيو عشان عنده ايه؟ ثيو استر بوند، تمام؟ الساكسينيت حولناه لفيوماريت. فيوماريت بيبدا بحرف الاف، يبقى هيشيل هيدروجين على مين؟ هيشيل هيدروجين على فاد، هيشيل هيدروجين على فاد، تمام؟ فيوماريت هنحوله لماليت بواسطه ايه؟ انزيم اسمه فيوماريز. هيعمل ايه؟ هيدخل ميه، تمام؟ الماليت هيتحول لاوكسال اسيتيت عشان يخش دوره ثانيه بسيط. هيعمل ايه؟ هيعمل ماليت دي هيدروجينيز. هيعمل ايه؟ هيعمل اوكسيديشن، هيشيل الهيدروجين. الهيدروجين دي هيشيلها على مين؟ هيشيلها على ماد، تمام؟ وهي دي الخطوات اللي بتحصل بالتفصيل، تمام؟ هنعيد بقى الخطوات بس باسلوبنا اللي هو المربع الاصفر والكلام اللي موجود عندكم في الكتاب، هنحطها على الايه؟ على الايه؟ على الخطوات ديت، على الستبس ديت. قلنا اوكسال اسيتيت هيتحد مع ستايل كوي، هيعمل ايه؟ يدخل ميه يطلع كو اي اس اتش بواسطه ستريت سينسيت مش سينسيتيز. والانزيم ده يعتبر كوندنسنج انزيم، كوندنسنج انزيم لانه ايه؟ بيربط مادتين مع بعض، طالما مادتين اتحولوا لماده واحده عملنا لهم كوندنس، احنا جايين مربطينهم الاثنين ايه؟ مع بعض بقوا ماده واحده، تمام؟ الستريت بواسطه الاكونيتيز حول ايزو ستريت بواسطه الاكونيتيز. طب انا ليه حاطط عندي هنا سهمين مش حاطط سهم واحد؟ لان في اكشن في النص كده بس مش عليه، تمام؟ هم شالوه من عندكم الكتاب، تمام؟ بواسطة انزيم اسمه الاكونيتيز هيدخل ميه، هيطلع ميه، يدخل ميه او هيتحول عند الايه؟ لايزوستريت، تمام؟ طيب الحاجه اللي بعد كده قال لك ان احنا عندنا الخطوه الثالثه والرابعه، قلنا ان هما الاثنين اوكسيداتيف
دي كاربوكسيليشن، ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، قلنا ان هما الاثنين اوكسيداتيف دي كاربوكسيليشن. هنعمل ايه؟ هندخل ناد نطلع ناد اتش بلس اتش، وهندخل او هنقوم جايين برضه مطلعين كربون، وهي نفس الخطوات. بس خلي بالك في خطوه مش عليك، ممكن بيشرحوها احيانا الدكاتره في المحاضرات واحيانا ما بيشرحوهاش، تمام؟ ايه هي الخطوه ديت؟ قال لك ان احنا بنقوم جايين الالفا بتاعته حولناه لساكسينايل كو اي، فطبيعي يعني طالما الساكسينايل كو اي عنده كو اي يبقى احنا دخلنا له كو اي اس اتش، تمام؟ طيب قال لك ان احنا عندنا الانزيم اللي بيحول عند الحاجه ديت اللي احنا كنا قايلينها، كنا بنقول اسمه الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز كومبلكس. الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز كومبلكس، اذا انا سمعت كلمه كومبلكس دي فين قبل كده؟ فاكرين التفاعل ده اللي هو بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس كان بيحتاج 5 كو انزيم، قال لك ان ده اخوه، هما الاثنين شبه بعض، تمام؟ هما الاثنين بيحتاجوا ان الايه ابن عمهم اللي قاعد في السعوديه ما اعرفش ايه لازم يجي الفرح، فلازم هنأخر الفرح علشانه، تمام؟ طب قال لك ده بيكون عباره عن كام انزيم؟ عباره عن 3 انزيم، كل انزيم منهم بيعمل اكشن، يعني في انزيم مثلا بيدخل كو اي اس اتش، في انزيم بتاع الدي هيدروجينيز هيشيل الايه الهيدروجين على ناد، وفي انزيم هيقوم جاي مطلع عند الايه الكربون دايوكسيد، تمام؟ بس كلهم هدفهم واحد، كلهم هدفهم ايه؟ واحد. طب ايه هي الكو انزيم اللي هو محتاجينها؟ نفس الثاني بالظبط، محتاج التي بي بي، محتاج اللايبك اسيد، محتاج كو انزيم اللي هو الكو اس اتش، محتاج فادونات، نفس الثاني بالظبط نسخه، تمام؟ يعني الفا كيتو جلوتاريت وبايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس هو الاثنين نسخه من بعض، بيحتاجوا نفس الحاجات، تمام؟ طيب نكمل عندنا بقى دلوقتي الستبس اللي بعدها. كنا بنقول عندنا ايه؟ كنا بنقول ان احنا عندنا ان احنا عندنا الخطوه اللي بعدها هنقوم جايين محولين الساكس نايل كوي اللي هو عنده هاي انرجي بوند، هاي انرجي بوند اللي هي ثيو استر بوند، تمام؟ عشان كده سميناها ثيو كاينيز، تمام؟ هنحوله بواسطه ساكسينيت ثيو كاينيز او الاسم الثاني ليه اللي هو ساكس نايل اسيد سينسي تيز 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 تيز، في حرف تي في النص، هيقوم جاي عامل ايه؟ مدخل جي تي بي وفوسفيت، يقوم جاي يلحمهم الاثنين مع بعض ومطلع عندنا ايه؟ جي تي بي. فطبيعي طالما الساكسينايل كو اي شلنا من عنده الكو اي هنقوم جايين مطلعينها، بس هو مش كاتبها عندكم في الايه في الكتاب لانك ممكن تستنتجها، بس هي دي الخطوه الوحيده اللي بتنتج عند الفيتريك اسيد سايكل اللي بيكون اي تي بي ات سبستريت ليفل. يعني ايه ات سبستريت ليفل؟ يعني مثلا شوفوا زي ما احنا قلنا فاد وناد هيقوم جاي رايحين لسه هيروحوا الميتوكوندريا عشان ينتجوا لي طاقه، لكن ده طلعت طاقه على طول، يعني ده دفع كاش لكن دول لسه هيروحوا يدفعوا لي بالتقسيط، تمام؟ لسه هيروحوا الميتوكوندريا يصرفوا فلوسهم مع الفيزا، هيقوم جاي مدخلها جوه الايه المكنه، ويقوم جاي مطلع لي فلوس، تمام؟ ده هيقوم جاي مديني الفلوس على طول كاش، تمام؟ هو ده اللي بيحصل، يبقى ده اي تي بي ات سبستريت ليفل، طلعت لي على طول اي تي بي اللي هي في الحاله ديت هتكون جي تي بي، تمام؟ قال لك بقى ايه؟ قال لك ان احنا هيحصل عندنا ايه؟ هيحصل عندنا ايه؟ ان الفوسفيت هيقوم جاي ملحم دي مع ديت، ليه؟ لان احنا عندنا ده هيكون عنده هاي انرجي بوند، انا عندي دي ودي مفكوكين مع بعض محتاجين رابطه، مين اللي هيكون عنده هاي انرجي بوند اللي هيجيبها لي اللي هي بتكون شبه الف المادة ديت اللي هو الساكس نايل كوي، هيديني الرابطه بتاعته تقوم جايه الحمالي ده تخليه ده يمسك مع ده فيكون عندي جي تي بي، تمام؟ وهي دي الخطوه الوحيده اللي بينتج عندي فيها ان هاي انرجي فوسفيت اللي هي جي تي بي اي تي بي ما اعرفش ايه بينتج عندها دايركتلي. يعني ايه دايركتلي؟ يعني اد سبستريت ليفل، اد سبستريت ليفل. طب انا قلت لي انت دلوقتي، انا دلوقتي عندي جي تي بي، انا عايز ايه؟ انا عارف ان جزيء الطاقه عندي في الخليه اللي هو الاي تي بي، انا عايز احولها عندي، احول الجي تي بي دي هحولها عندي لاي تي بي، هحولها عندي الاي تي بي بواسطه ايه؟ هم جايب الجي تي بي دي وجايب ايه؟ وجايب اي دي بي، يعني الاي دي بي عندها كام فوسفيت؟ عندها 2، تمام؟ ودي عندها كام؟ ودي عندها 3. انا عايز احول الايه؟ اخلي الجي تي بي دي اخليها جي دي بي واخلي دي اي تي بي، ليه؟ علشان هي الاي تي بي هي جزيء الطاقه بتاعي اللي انا بستخدمه، تمام؟ انا مش محتاج الجي تي بي يبقى عندها 3 فوسفيت، انا محتاج مش هممني بقى يكون عندها قد ايه، تمام؟ فانا هنقل الفوسفيت من هنا اوديها عندي للايه للاي دي بي، فيتكون عندي اي دي اي تي بي بلس ايه بلس جي تي بي. طب الانزيم اللي بيعملها بيعمل ايه؟ قال لك ان هو هيقوم جاي واخد الايه الجاما فوسفيت، الجاما فوسفيت يعني ماسكه في الكربون نمبر 3 بتاعت الجي تي بي، تقوم جايه منقوله الفوسفيت اللي ماسكه في الكربون نمبر 3، يعني مثلا عندي كربون نمبر 1 كربون نمبر 2 كربون نمبر 3 اللي ماسكه في الكربون اللي هي الجاما كربون، كنا بنقول ايه الفا، كنا بنقول مفوتين اول كربون الفا بيتا جاما اللي هي اللي هنا مثلا هي عندها كربون هنا، هتقوم جايه ماسكه فيها، تقوم جايه الفوسفيت اللي ماسكه هنا هتقوم جايه منقوله للايه للاي دي بي، يعني الفوسفيت اللي في الجاما كربون بتاعت الجي تي بي هتتنقل للاي دي بي ويتكون عندي اي تي بي بلس جي دي. طب مين الانزيم اللي بيعمل كده؟ اسمه نيوكليوزايد داي فوسفوكاينيز. نيوكليوزايد، فاكرين النيوكليوزايد اللي هي كانت بالاس بالاس ممكن يجيبها لك في الامتحان يوم جاي، جايب لك اللي بيعمل كده اسمه نيوكليوتايد، لا اسمه نيوكليوزايد داي فوسفوكاينيز، تمام؟ هينقل عندي الحاجه ديت، تمام؟ هو اللي هينقل عندي الحاجه ديت فهينتج عندي جزيء طاقه اللي هو الايه اللي هو الاي تي بي، تمام؟
هي دي الطريقه اللي انا بحول بيها الجي تي بي احول عندي الاي تي بي. تمام. طيب الخطوه اللي بعدها كنا بنقول ايه؟ هنقوم جايين جايبين الساكسينيت. احنا طلعنا اخر حاجه ان احنا عندنا ساكسينيت، هنحوله لفيوماليت. طالما فيوماليت في اف هنطلع الاتش على نيت بواسطه ساكسينيت دي هيدروجينيز. تمام. بعد كده الفيوماليت هنحوله لماليت بواسطه انزيم اسمه فيوماريز. بيعمل ايه الفيوماريز؟ بيدخل عندي ميه. تمام. بيدخل عندي ميه لجوه. تمام. طب بعد كده الماليت هحوله اوكسالو اسيت عشان تدور نفس الدوره كمان مره، بحوله بواسطه ايه؟ ناديها ماليت دي هيدروجينيز، هيقوم جاي شايل هيدروجين من المركب وحاططها عندي على نيت، فيتكون عندي نيت اتش بلس اتش. اقوم جاي جايب الاوكسالو اسيتيت موديه ورايح، اقوم جاي جايب كمان اسيتيل كو ايه، ويتحدوا مع بعض ويعملوا نفس التفاعل كمان مره. ايه فايده السيتريك اسيد سايكل؟ ليه بدخل عندي الحاجه دي سيتريك اسيد سايكل؟ قال لك ان انا بستخدمها علشان ايه؟ بستخدمها علشان ان انا انتج طاقه، انرجي برودكشن. احنا عارفين ان السيتريك اسيد سايكل من الايه؟ من الميجور باث واي اللي بستخدمها عشان انرجي برودكشن. طب اجيب الطاقه منين؟ انا عندي 3 ناد اتش بلس اتش. 3؟ انا مش فاكر ان هم كانوا 3. لا انا عندي ايه؟ ادي 1 2 3، يبقى انا عندي 3 ناد اتش بلس اتش. تمام. هيقوم جاي رايحين الالكترون ترانسبورت تشين في الميتوكوندريا، هيدوني كام؟ هيدوني 3، كل واحد منهم هيديني 3، فال3 في 3 بكام؟ ب9، هيدي 9 اي تي بي. بعد كده فاد، هيقوم جاي رايح الالكترون ترانسبورت تشين اللي هو جاي لما تحولنا عندنا للفيوماريت. تمام. هيقوم جاي رايح الالكترون ترانسبورت تشين مديني كام؟ مديني 2 اي تي بي. تمام. وعندنا الاي دي بي والان اورجانيك فوسفيت لما مسكوا مع بعض ادوني اي تي بي. مش هما كانوا جي دي بي وان اورجانيك فوسفيت؟ لا يا معلم، مش احنا عارفين الرياكشن التاني اللي كان حصل، اللي احنا قلناه، اللي احنا قلنا ان احنا عندنا اللي هو الرياكشن التاني، اللي احنا جينا حوالين الجي تي بي حولناها الاي تي بي. تمام. فهو ده اللي هيحصل عندنا، جبنا من الحاجه دي بيكون ات سبستريت ليفل، يعني على طول نتج عندي في التفاعل. تفاعلي كاش، ما راحش لسه جاب الفيزا بتاعته وصرف فلوس، لا ده اداني كاش على طول. تمام. فالتوتال 9 و2 هيديني 11 و1 هيديني كام؟ 12. طب احنا عندنا كام اسيتايل كو يحصل لها نفس الخطوه دي؟ احنا عندنا كام؟ 2 اسيتايل كو، لان احنا كان عندنا 2 بايروفيت اتحولوا ل2 اسيتايل كو ايه، فال2 اسيتايل كو هيخش دوره الكريبس وهيكون لي كام؟ 24 اي تي بي. 2 في 2 في 12 بكام؟ ب24. يعني اول حاجه هينتج عندي من الاوكس من ال من من المركبين من الاسيتايل كو هيخش جوه سيتريك اسيد سايكل، هينتج عندي 24 اي تي بي. تمام. طيب ايه هي الاهميه الثانيه بتاعت دوره الكريبس؟ قال لك ان هي انفي بوليك باثوي. يعني ايه انفي بوليك باثوي؟ يعني كاتابوليك وانابوليك، يعني التفاعل ده بيبني وبيهد، يعني بنستخدمه ان احنا نبني بيه حاجات وبنستخدمه ان احنا نكسر بيه حاجات. يعني ايه؟ بص يا جماعه، انا دلوقتي لما بستخدمه في التكسير، انا دلوقتي لما بقوم جايب الجلوكوز بحوله عندي الايه؟ جايب الجلوكوز ده بحوله عندي اقعد اكسر اكسر فيه اكسر فيه، وبعد كده يقوم جاي داخل سيتريك اسيد سايكل. مش ده يعتبر كاتابوليك؟ انا بكسر كسرت جلوكوز. قال لك ان هو الكومن باث واي ده الفاينل، ده المهم جدا. ليه؟ علشان التكسير بتاع الكربوهيدرات، مش احنا عارفين ان كل اي نوع من الكربوهيدرات هيتحول عندي الجلوكوز، والجلوكوز هيخش جلايكوليسيس، وبعد الجلايكوليسيس هيخش اوكسيداتيف ديكاربوكسيليشن، بعد كده اخر حاجه هيخش سيتريك اسيد سايكل، يبقى الكربوهيدرات فهمناه. طب الفاتس؟ قال لك ان انا عندي الفاتس لما بتخش عندي الدهون، لما انا باكل دهون في الاكل بتتحول عندي كلها لايه؟ لاسيتايل كو اي. المركب الاخير اللي بتتحول عندي الاسيتايل كو اي. فالاسيتايل كو اي برضه هي كمان هتقوم جايه داخله عندي ايه؟ يعني انا مش شرط الاسيتايل كو اي اللي تكون داخله عندي اللي جايه عندي من دور الكريبس ديت، الاسيتايل كو اي دي ممكن تكون جايه عندي من فات، ممكن تكون جايه عندي من بايروفيت. من بايروفيت ده يعتبر ايه؟ يعتبر من انواع الدهون. تمام. اهو ممكن تكون جايه عندي من دهون، ممكن تكون جايه عندي من كربوهيدرات، ممكن تكون عندي جايه من اي حاجه. تمام. فالاسيتايل كو اي ممكن تكون جايه لي من فات، فانا لما باكل دهون بحولها عندي الاسيتايل كو اي، وهتقوم جايه داخل الاسيتريك اسيد سايكل. وبرده البروتين نفس الحاجه، ممكن تحول عندي اي نوع تاني، كلهم بيتحولوا لاسيتايل كو اي، واسيتايل كو اي هيقوم جاي داخل عندي ايه؟ سيتريك اسيد سايكل، وينتج لي ايه؟ وينتج لي طاقه. فعشان كده اي حاجه من دول بيعتبر مصدر للطاقه، مصدر للطاقه. تمام. يعني مثلا الكربوهيدرات بتكون مصدر سريع للطاقه، انا لما باكل بتتهضم على طول، لكن الدهون ممكن مثلا لسه هتقعد تهد من الدهون اللي في جسمك. مثلا لما انت مثلا بتكون صايم بتقعد ايه؟ تاخد المخزون بتاعك اللي انت عامل ستورج فورم اللي هو الدهون، هتقوم جاي مكسراها وتقوم جاي واخده منها طاقه، هتحولها لاستايلكو ايه، وتقوم جاي تدخلها سيتريك اسيد سايكل، كله بنفس الخطوه. يبقى احنا كده فهمنا الكاتابوليك فانكشن. احنا كده بقى دلوقتي اثبتنا ان هي عندها كاتابوليك فانكشن، قلنا اي حاجه بتتكسر عندي في الجسم لازم هتقوم جايه متحوله لاستايلكو ايه، والاستايلكو ايه يخش سيتريك اسيد سايكل. تمام. طيب عايزين بقى نثبت ان هي عندها انابوليك فانكشن. تمام. احنا قلنا علشان نحفظ اي حاجه في الكون لازم ما نحفظش اكتر من 4 حاجات مره واحده. تمام. يعني مش هننفع نحفظ الستة دول كلهم مرة واحدة، احنا هنحفظ كام؟ 4، وبعد كده نحفظ الاثنين الاخرانيين دول هم 5 و6.
تمام. قال لك اول حاجه انت عندك في الانابولي فانكشن احنا بنستخدم الانترميديت سبستانس دي ان احنا بنصنع منها حاجات تانية، تمام. مثلا زي ايه؟ انا مثلا في السيتريك اسيد سايكل بصنع عندي سيتريت، بواسطه سيتريت سينثيز. قال لك بقى لما بيزيد عندي الكونسنتريشن بتاع السيتريت بيبقى عالي قوي 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 قوي، بيقوم جاي حاصل عندي ايه؟ مش هو موجود عندي في الميتوكوندريا سيتريك اسيد سايكل بيكون موجود في الميتوكوندريا، هيقوم جاي السيترين ده هربان من الميتوكوندريا وطالع عندي بره في السيتوبلازم، تمام. لما يحصل لما يطلع عندي في السيتوبلازم يقوم جاي حاصل له ايه؟ قال لك يقوم جاي متكسر عندي، يرجع يتقسم. مش احنا عارفين ان السيترين ده عباره عن حاجتين، عباره عن اسيتيل كو اي واوكسالو اسيتيت. اول ما يخش عند الميتوكوندريا هيقوم جاي مقسوم عندي لايه؟ لاسيتيل كو اي واوكسالو اسيتيت. الاسيتيل كو اي دي بقى هنستخدمها في التصنيع بتاع الفاتي اسيت وبتاع الكوليسترولين. احنا اول حاجه عندنا ان احنا عندنا السيتريت اول ما بتزيد كميته بيقوم جاي هربان للسيتوبلازم، يحصل له ايه؟ بيتكسر بواسطه انزيم اي تي بي سيتريت لايز، تمام. اي تي بي سيتريت لايز هيتكسر عند الاوكسالو اسيتيت واسيتيل كو اي. طيب الاسيتيل كو اي دي هنستخدمها في ايه؟ في التصنيع بتاع الفاتي اسيد والكوليسترول، تمام. طيب ايه الحاجه الثانيه؟ قال لك ان احنا ممكن نصنع منها ايه؟ نون اسينشال امين اسيد. زي ما احنا قلنا الامين اسيد بتنقسم عندي لحاجتين، اسينشال ونون اسينشال. النون اسينشال دي اللي انا مش محتاج اخدها في الاكل، فطالما مش محتاج اخدها في الجسم في الاكل يبقى انا بصنعها في جسمي. بصنعها ازاي؟ قال لك مثلا من ضمن النون اسينشال امين اسيد كان عندنا مثلا جلوتاميت بيتصنع بواسطه ايه؟ الالفا كيتو جلوتاريت. احفظها ازاي؟ جلو مع جلو، جلوتاميت بيتصنع بواسطه الفا كيتو جلوتاريت، تمام. طب ايه كمان اللي ممكن يديني؟ قال لي ان انا ممكن اصنع امينو اسيد اسمه اسبارتيت. طب اصنعه بواسطه ايه؟ اوكسالو اسيتيت. ايه مع ايه؟ تمام. يبقى احنا دلوقتي قلنا كمان انترميديتس ممكن تصنع منها ايه كمان؟ نون اسينشال امينو اسيد. في حاجه تانية قال لك كمان ده الاوكسالو اسيتيت ممكن اصنع منه حاجه تانية غير ان انا بصنع منه اسبارتيت. ممكن يقوم جاي رايح عندي السيتوسول، يقوم جاي رايح عندي السيتوبلاز ومتحول عندي لفوسفونيل بايروفيت، وبعد كده يقوم جاي متحول عندي الايه لبايرو لجلوكوز كامر. ده بيبقى اسم الباسوي ده ايه؟ الباسوي ده هناخده المحاضره الجايه باذن الله، اسمه جلايكو نيوجينيسيس. يعني انا بنتج ايه؟ بنتج جلوكوز. احنا اللي احنا خدناه قبل كده اسمه جلايكوليسيس، بنكسر الجلوكوز. احنا هنعمل دلوقتي زي نبني جلوكوز. احنا بنقول ميتابوليزم معناه انابوليك وكاتابوليك. احنا خدنا الكاتابوليك بتاع الجلوكوز كسرناه، هناخد بقى الانابوليك اللي احنا هنبني دلوقتي الايه؟ الجلوكوز. فاحنا بنبنيه بواسطه مين؟ الاوكسالو اسيتيت. الاوكسالو اسيتيت بيستخدم في الايه؟ في بناء الجلوكوز. طب ايه كمان اللي ممكن نستخدمه؟ لك الماليت. ممكن يقوم جاي الماليت ده مدينا بايروفيت بواسطه انزيم اسمه ايه؟ مالك انزيم. مالك انزيم يعني الماليت هيتحول عندي البايروفيت بواسطه مالك انزيم. طب ده بيعمل ايه؟ ايه فايده ده؟ قال لك ان هو لما انا بشيل عندي الاتش بواسطه مالك انزيم، مالك انزيم هيعمل عندي ايه؟ قال لك ان هم هيقوم جاي شايل عندي هيدروجين من الماليت. هيقوم جاي شايل عندي ايه؟ 2 هيدروجين من الماليت. هيشيلهم يرميهم على مين؟ على ناد ولا فات؟ قال لك لا، ده يرميهم على واحد ابن عم ناد اسمه ناد بي. ناد بي، ناد بي، تمام. طيب وهيتحول عندي الناد وناد ايه؟ هيتحول عندي الناد بي اتش. الناد بي اتش ده بنستخدمه في الايه؟ في الكوليسترول والفاتي اسيد سينثيسيس. طب لو قال لك في الامتحان ايه هي الانابوليك فانكشن بتاعت الفاتي اسيد والكوليسترول، هقوم جاي قايل له اول واحده اللي هي بتاعت السيتريت، وقايل له كمان بتاعت الايه؟ بتاعت الماليت، لانهم بيستخدموا في الكوليسترول والفاتي اسيد. الماليت بيوفر لي ناد بي اتش، ناد بي اتش بلس اتش اللي احنا بنستخدمه في الفاتي اسيد، والسيتريت بيوفر لي استايل كو ايه اللي احنا برضه بنستخدمه في التصنيع بتاع الفاتي اسيد. طب ايه الحاجتين التانيين اللي باقيين دلوقتي؟ قال لك ان انا عندي الهيم سينثيسيس، دي حاجه احنا لسه واخدينها. كنا بنقول ان احنا خدنا في الهيم ميتابوليزم، كنا بنقول ايه؟ ان احنا بنصنع من ساكسينايل كو اي. كان عندنا من ضمن المواد اللي احنا بنستخدمها في التصنيع الساكسينايل كو اي، هو كان من اول المواد اللي احنا بنستخدمها عندنا. فالساكسينايل كو اي اللي هو انترميديت سبستنس من السيتريك اسيد سايكل اللي احنا بنجيبه منها بنستخدمه في الهيم سينثيسيس، تمام. طب ايه كمان؟ قال لك ان انا عندي السي او 2، مش احنا عندنا 2 اوكسيداتيف ديكربوكسيليشن، تمام. مش احنا عندنا 2 اوكسيداتيف ديكربوكسيليشن بيتشيل عندنا 2 كربون دايكسايد. طب دول هنستخدمهم في ايه؟ قال لك بنستخدمهم في الايه؟ في سي او 2 فيكسيشن بتاع الايه؟ كربون دايكسايد. طب ايه كمان؟ قال لك ان احنا بنصنع منه بيورين وبايرميدين. فاكرين البيورين والبايرميدين دول خدناهم فين؟ مولكيولار بيولوجي، فاكرين لما قعدنا نقول الواي وما اعرفش ايه، قعدنا نقول ان الواي لما بتترسم شكل الحلقه كده والاتجاه بتاعها وما اعرفش ايه، هو ده اللي احنا خدناه وبنستخدمه. عشان كمان حاجه هناخدها في السنه تانية باسم الله في البروتين ميتابوليزم اسمها اليوريا سينثيسيس، استخدامها في التصنيع بتاع الايه؟ اليوريا، تمام. طب ايه كمان اللي ممكن نصنع منها؟ ممكن نصنع منها بافر سيستم. بافر سيستم يعني ايه؟ حاجات بتعادل البي اتش. يعني انا لو عندي مثلا مكان موجود فيه حموضيه كتير قوي وانا مش محتاج الحموضيه دي، انا محتاج بافر واحد يعادل عندي الحاجه دي. احنا لما بنعادل الحاجه دي بنعادلها ايه؟ عندنا حمض، هنعدل ايه؟ بقاعده، تمام. فهي دي بتعتبر بافر سيستم، تمام. حاجات بتعادل عندي الحاجه دي. يعني انا لو عندي قاعده تخليها حاجه حمضيه تخلي الحاجه ايه؟ متعادله،
تمام. دي معنى كلمه بافر سيستم، حاجه بتظبط عندي البي اتش زي ما انا ايه، زي ما انا عايزه، تظبط عندي المعدل بتاع البي اتش بتاع الجسم بتاعي. تمام. طب انا ازاي احفظهم؟ انا لو جالي في الامتحان بتاع الاسم ممكن افتكر 2 3 بس الباقي هنساهم، هفتكرهم ازاي؟ انت لما بتعمل اي اكونت سواء على الفيس على الجيميل على اي حاجه، بتقوم جاي اخر حاجه عندك ايه، ات جيميل دوت كوم، ات جيميل دوت كوم. احنا هناخد ات جيميل دوت كوم دي هنحورها شويه كده وهنظبطها، احنا نقص شعرها، هنعمل لها بتاع، وهنخليه حاجه تساعدنا ان احنا نحفظ بيها الحاجات دي. تمام. ايه هي الحاجه اللي احنا هنعملها؟ بدل ات هنحط الفا، تمام، وبدل دوت كوم هنقوم جايين حاطين دوت سي او 2 ام، تمام، يبقى الفا دوت كوم، الفا دوت كوم، خليها كده. تمام. طيب نبدا بقى نحفظ ونذاكر. بص، الفا دي هتعرفني ان احنا عندنا الالفا كيتو جلوتاريت هيتحول عندي لايه؟ هيتحول عندي لجلوتاميت، يبقى دي اول واحده دي عرفناها خلاص. تمام. طيب عندنا السي دي هتعرفني ان في واحد عندي اسمه ستريت، الستريت ده هنستخدمه في الايه؟ في التصنيع بتاع الاسيتالكو. ايه؟ احنا كده خلصنا ده فهمناه خلاص وعرفنا نحفظه، مش هننساه في الامتحان. طب ايه كمان؟ عندنا الاو، موجود عندي ايه؟ الاو دي بترمز لاوكزال واسيتيت، الاوكزال واسيتيت هنستخدمه في التصنيع بتاع الاسبرتيت، دي فهمناها. طب الاو الثانيه، مش احنا عندنا هنا او 2، يعني عندنا اثنين اوكزال واسيتيت، يعني الاوكزال واسيتيت عنده فايدتين، الاوكزال واسيتيت عنده ايه؟ عنده فايدتين. تمام. فاحنا هنقول عن الاوكسيد اسيتات عنه فايدتين، قلنا الفايده الاولانيه ان احنا بنصنع منه اسبرتيت، والفايده الثانيه ان احنا بنستخدمه في الجلايكونيوجينيسيس. يعني احنا كده عرفنا الحاجات، افتكرنا كل حاجه. اخر حاجه عندي مين؟ عندي الام، الام دي بترمز لايه؟ لماليت. تمام. يبقى احنا كده الماليت هيتحول عند البايروفيت بواسطه مالك انزيم وهيوفر لي نات بي اتش، وهنستخدمه في الايه؟ في الكوليسترول والفاتي اسيد سينثيسيس. طيب انا كده دلوقتي كده الكلمه عرفتني على مين؟ عرفتني على كل المربع ده بالكامل. كل المربع ده قلنا الستريت ده في سي، قلنا ان الجي دي في الالفا، وقلنا مثلا ان الاوكسال استيت موجود عندي مرتين، مره هنا ومره هنا، والماليت. يعني المربع ده كله عرفني الحاجه دي. احنا عندنا كمان حاجه ثانيه، مش احنا قلنا سي او 2 عشان نقول اثنين اوكسال استيت؟ لا، ده احنا هنستغل كمان كلمه سي او 2 ان احنا هنستخدم كمان الايه؟ السي او 2. السي او 2 هتفيدنا بايه بقى؟ هتفيدنا في الفيكسيشن والبيورين والبايرميدين واليوريا سينثيسيس، وكمان في التصنيع بتاع البفر ايه سيستم. ما بقاش بقى غير حاجه واحده وانت المفروض ما تنساهاش، احنا بندرس كربوهيدرات ميتابوليزم في مديول مين؟ في مديول البلاد. فاكيد الحاجه الاخرانيه اللي هتكون باقيه لها علاقه بالمين؟ لها علاقه بالبلاد اللي هي الهيم سينثيسيس. يبقى احنا كده حفظنا السته كاملين من غير ما ننسى ولا واحده، احنا نسينا واحده، يبقى الفا دوت كوم دي هتعرفني ايه؟ هتعرفني ايه كل الانابوليك فانكشن بتاعتها. تمام. لو جاب لي في الامتحان قال لي اكتبهم كلهم هقدر افتكرهم كلهم. الفا، الفا كيتو جلوتاريت، سي ستريت، 2 او يعني احنا عندنا وظيفتين للاوكسال اسيتيت، الام ماليت، السي او 2 دي هتنمص الاكسجين احنا في مديول البلاد، يبقى احنا عندنا هيم سينثيسيس. تمام. طيب هنبدا بقى نخش في الريجيليشن بتاعه الستريك اسيد سايكل. بص يا جماعه، احنا عندنا تقريبا الكي انزيم هو مش مذكور عندكم، بس هو الايه اللي هو الالفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز كومبلكس، ده هو الكي انزيم بتاعنا. تمام. قال لك ايه هي بقى الحاجات اللي بتاثر عندنا؟ قال لك ان احنا عارفين زي ما احنا قلنا، طالما هنقوم جايبين الرسمه المشهوره بتاعتنا اهو، هنقوم جايبين سهم سبستريت يدينا برودكت، واللي بيعمل كده مين؟ الانزيم. تمام. اي حاجه قبل الانزيم لو زادت هتعمل له اكتيفيشن، هتعمل له ايه؟ اكتيفيشن. اي حاجه لو بعد الانزيم لو زادت هتعمل له ايه؟ انهبيشن. تمام. طب ايه اللي هيحصل عندي؟ قال لك ان انا لو عندي هاي كونسنتريشن من الستريت، يعني انا عندي الستريت ده يعتبر عندي ايه؟ الستريت لسه ما شفناهاش. قال لك ان احنا عندنا ستريت سينسيز، الستريت سينسيز بيعمل ايه؟ بيصنع لنا ستريت. فاحنا لو عندنا كميه زايده من الاسيتايل كو اي والستريت، الاسيتايل كو اي والستريت دول يعتبر عندي ايه؟ سب ستريت. تمام. فيعتبروا هيعملوا لي ايه؟ هيعملوا لي اكتيفيشن. تمام. تمام. يبقى انا لو زايد عندي الاسيتايل كو اي والستريت هيعملوا لي اكتيفيشن للايه؟ للستريت سينسيز. طيب لو انا زادت عندي الكميه بتاعت الستريت، الستريت ده عباره عن ايه؟ عن برودكت. طيب والساكسينايل ايه؟ برودكت. اي حاجه بعد الانزيم هتعمل له ايه؟ هتعمل له انهبيشن. اي حاجه قبل الانزيم هتعمل له ايه؟ اكتيفيشن. تمام. طب عندنا الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز. طب لو زادت عندي الكميه بتاعت الساكسينايل كو اي، الساكسينايل كو اي ده عباره عن ايه؟ عباره عن برودكت. الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز، بيحول الفا كيتو جلوتاريت لساكسينايل كو اي. تمام. هو لما بيعمل كده هيصنع عندي ساكسينايل كو اي، زادت عندي كميه البرودكت، هل انا محتاج اصنع كميه ثانيه؟ لا، ده كده هيعمل لي انهبيشن. زادت البرودكت هيعمل لي انهبيشن، زاد السبستريت هيعمل لي اكتيفيشن. تمام. طب عندنا لو عندنا كام؟ لو عندنا النسبه بتاعت مثلا لو انا عندي نايت اتش واي تي بي كبيره، يعني انا دلوقتي انا عايز اصنع، يعني انا دلوقتي انا بعمل ستريك اسيد سايكل ليه؟ عشان اصنع هيدروجين ايكوفالنت، وان الهيدروجين ايكوفالنت دي هستخدمها عشان اصنع منها طاقه. تمام. طب انا دلوقتي لو عندي هيدروجين ايكوفالنت كتير، اصلا عندي نايت اتش ونايت كتير وعندي اي تي بي كتير، انا هل احتاج، انا هحتاج دلوقتي ان انا اصنع كميه زياده؟ لا خلاص، انا مش محتاج طاقه. اصنع طاقه ليه؟ هو تبذيره خلاص؟ لا،
انا بالتالي هتقوم جايه عامله ايه؟ هتقوم جايه عامله انهبيشن، عامله انهبيشن لمين؟ عامله انهبيشن للستريت سينسيز والايزوستريت دي هيدروجينيز والالفا كيتوكلوتاريت دي هيدروجينيز، هتعمل الثلاثه انزيم دول تمام. طيب لو زادت عندي كميه الاي دي بي، الاي دي بي ده عباره عن ايه؟ عباره عن سبستريت، ان انا بجيب الاي دي بي بحوله لاي تي بي تمام، فالاي دي بي يعتبر سبستريت تمام. طيب لو زادت عندي الكميه بتاعت الاي دي بي ده معناه ان الخليه ما فيهاش طاقه، فانا محتاج ان انا اصنع طاقه. يبقى لو زادت عندي كميه الاي تي بي مش محتاج طاقه، الخليه فيها طاقه كتير. لو زادت عندي كميه الاي دي بي الخليه ما فيهاش طاقه، فانا محتاج اعمل سيتريك اسيد سايكل. بص بقى الملاحظه دي حطوا جنبها مليون نجمه، مليون نجمه، مليون نجمه، يعني قولوا الملاحظه دي مهمه جدا جدا جدا. ليه؟ لان الحاجه دي ممكن يلعب لك عليها في الامتحان. قال لك ان الالفا كيتوكلوتاليت دي هيدروجينيز ما بنتحكمش فيه بواسطه الكوفيلنت موديفيكيشن. يعني ايه؟ يعني انا ما بيتاثرش بالفوسفوريليشن او بالديفوسفوريليشن. انا لو حطيت له فوسفيت هيتنه زي ما هو، لو شلت من عنده الفوسفيت هيتنه زي ما هو، ما بيتاثرش بالكوفيلنت موديفيكيشن. لان احنا ايه، ممكن يجي واحد يقول لي البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، اللي هو اللي كان بيشتغل في الاوكسيداتيف دي كاربوكسيليشن اللي احنا كنا بنستخدمه لما بنحول البايروفيت لاسيتايل كو اي، لما احنا كنا بنستخدمه في الاول هو في البايروفيت ميتابوليزم كنا بنستخدمه، كان وعنده الخمسه انزيم نفس بعض. فاحنا حسبنا ايه، فممكن واحد منكم يشك دلوقتي يقول ايه، شايفين نرجع لورا، معلش بصوا تمام، بصوا عندنا البايروفيت اهوت، عندنا اهوت الريجوليشن بتاعته، كان عنده كوفيلنت موديفيكيشن وكان عنده الوستيريك موديفيكيشن. انت بقى ممكن تظن ان هم كلهم عندهم نفس الكو انزايم وبيشتغلوا على نفس الحاجه وبيعملوا نفس الاكشن، تظن ان هم الاثنين بيشتغلوا نفس الريجوليشن. قال لك لا، احنا عندنا الالفا كيتو جلوتاريت هيدروجينيز مش شبه ده، ده عنده كوفيلنت موديفيكيشن بيتاثر بالفوسفوريليشن والديفوسفوريليشن، لكن ده ما بيتاثرش بيها. فممكن يجيبها لك في الامتحان يقول لك مثلا لو احنا عملنا فوسفوريليشن للالفا كيتو جلوتاريت هيحصل له اكتيفيشن ولا هيحصل له لا ولا مش هيحصل له حاجه؟ يبقى الجواب مش هيحصل له اي حاجه، انه ما بيتاثرش بالكوفيلنت موديفيكيشن تمام. اخر حاجه هنتكلم عنها دلوقتي هنتكلم عن الانهبيتورز بتاعت الستريك اسيد سايكل تمام. طيب بس قبل ما نحكيها هنحكي قصه كده صغيره توضح الدنيا تمام. احنا عارفين كل المحاضره ديت قاعدين نتكلم عن انك عايز تتجوز بس عمها مش موجود، فانت هتطول فتره الخطوبه شويه، واحنا عارفين فتره الخطوبه دي اكتر فتره انت بتتنفخ فيها من ناحيه المصاريف تمام. شوف احنا عندنا ايه اللي حصل. بص انت دلوقتي حبيت تعمل نفسك قدام خطيبتك وتقوم جاي عازمها عندك ايه، وتقوم جاي عازمها على العشاء تمام، جاي قايل لها انا عازمك النهارده في المطعم الفلاني اللي ما اعرفش ايه الساعه 9، عايزك تيجي النهارده تمام. راح جاي لك، استنى انا هسال بس ايه بابا وماما الاول، اكلمهم واشوف ما هيوافقوا ولا لا. راح جاي رايحه مكلمه والدتها ووالدها، راح جاي قال لهم ايه انا عايز اخرج مع خطيبي النهارده الساعه 9، موافقين ولا لا؟ راح جاي قال لها ايوه خلاص مفيش مشاكل. ففي الوقت وهي بتتكلم مع والدها ووالدتها راح جاي اختها التوام سامعاهم. اختها التوأم دي يعني انت عارفين الاخوات ما بينهم وبين بعض، حبت تعمل مقلب فيها، يعني الاخوات دايما مقالب مع بعض تمام. راح جاي اختها التوأم دي اللي حصل، راح جاي قايله انا هعمل ايه، انا هقوم جايه الساعه 8:30 قبلها بنص ساعه، ولابسه نفس الفستان بتاعها ونفس كل حاجه، واقوم جايه رايحه قاعده مع ايه، مع خاطرها، على ان انا هي وهو مش هيعرف يفرق تمام، خاطرها ما يعرفش ان هي عندها اخت توأم تمام. فايه اللي حصل بقى، راح جاي منفذه الخطه بتاعتها، راح جايه رايحه ولابسه فستان واحده الساعه 8:30 وقعدت مع خطيبها على انها هي بالظبط وخطيبها مش عارف في فرق تمام. فبعد كده بقى اول ما جت الساعه 9 راح جايه اختها جايه تمام، اللي هي مين، اللي هي خطيبته، راح جايه جايه داخل المطعم لقيته قاعد مع واحده ثانيه، جت ايه قالت يا هي من اولها وقاعد ما اعرفش احنا لسه ما اتجوزناش وقاعد مع واحده وما اعرفش ايه وعازمني وايه. جت تقرب لقيتها مين، لقيت اختها قعدت تتخانق مع اختها، انت مش هتبطل الحركات بتاعتك دي والمقالب دي، احنا مش صغيرين على الحركات دي وما اعرفش ايه، بعد تزعق فيها وانا هكلم بابا ماما ما اعرفش ايه. هو ده اللي حصل عندي انا بالظبط في الانزيم. هتقول لي حصل ان الانزيم عايز يتجوز وما اعرفش ايه، لا مش هو ده اللي حصل بالظبط. يعني بص يا جماعه، احنا عندنا الانزيم بيكون عنده حاجه اسمها، عنده تو سايت، عنده الستريك سايت وعنده كاتاليتيك سايت. الكاتاليتيك سايت ده بيمسك فيه مين، بيمسك فيه السبستريت. السبستريت دي هي مين، دي هي خطيبته، والانهبيتور دي هي مين، هي اخت خطيبته التوأم تمام، شبهها بالظبط تمام، هما الاثنين عندهم شايف لهم نفس المدخل الحته دي نفس الحته دي تمام. فيجي الانزيم من كتر ما الاثنين شبه بعض راح جاي ملخبط ما بينهم، قعد مع اخت البنت دي بدل ما يقعد مع مين، مع خطيبته. ليه؟ لان هما الاثنين نفس بعض، شبه بعض في الشكل، من شكل الانهبيتور دخل جوه الانزيم على ان هو السبستريت بالظبط. فهو ده اللي حصل، فاخته قعدت مع خطيبها على انها ايه، على انها خطيبته بالظبط تمام.
هو ده اللي ايه، هو ده اللي حصل عندي بالظبط. ده اسمه ايه؟ كومباتيتيف انهيبيشن. كومباتيتيف معناها هما الاثنين هيتخانقوا، دي حاجه انتوا خدتوها في شابتر الانزيم، بس احنا عارفين انكم مش فاكرين حاجه فبنفكركم فيها. تمام، هو ده الكومباتيتيف انهيبيشن، يعني ايه؟ حد شبه الثاني، شبه الساب ستريت بالظبط، فراح جاي قاعد مكان الايه الساب ستريت. اختها التوام شبه خطيبته بالظبط، راح جايه قاعده ايه، قاعده مكانها. تمام، هو ده اللي حصل عندي. قال لك ان انا عندي في حاجه اسمها فلورو اسيتايل كو اي، ده بيكون شبه الاسيتايل كو اي. تمام، بدل ما يقعد الاسيتايل كو اي مع الاوكسالو اسيتيت ويتحدوا مع بعض ويكونوا لي ستريت، يقوم جاي ايه اللي حاصل عندي؟ يقوم جاي الفلورو اسيتايل كو اي هو اللي اتحد بدل الاسيتايل كو اي. يعني ده عباره عن اسيتايل كو اي ماسك مع فلور شبه الاسيتايل كو اي بالظبط، يقوم جاي هو اللي متحد مع الاوكسالو اسيتيت يكونوا لي ايه، بدل ما يكونوا لي ستريت يكونوا لي فلورو ستريت. لحد دلوقتي مفيش مشاكل. اول ما الفلورو ستريت ده بقى، الفلورو ستريت لما يجي يتكون، احنا عارفين ان الستريت هيتحول معاه لايه، لايزو ستريت بواسطه الاكونيتيز انزيم. صح، الاكونيتيز انزيم هيعمل الحاجه دي. تمام، يجي الاكونيتيز انزيم يجي يشتغل عادي، يقفش ان هما الاثنين مش ايه، يقفش ان في واحد ما بينهم مش شبه بعض، ان ده مش الستريت اللي انا عارفه، ده فلورو ستريت. فيقوم جاي عامل له ايه، عامل له انهبيشن. الفلورو ستريت ده يقوم جاي عامل انهبيشن للاكونيتيز انزيم. تمام، طب ايه كمان اللي ممكن يكون كومباتيتيف انهيبيشن كمان؟ قال لك ان انا عندي المالونيك اسيد ده بيكون شبه الساكسينيك اسيد بالظبط. الساكسينيك اسيد ده هو الساكسينيت، هما الاثنين نفس الاسم. تمام، المالونيك اسيد شبه الثاني. تمام، نسخه من بعض، شبه بعض قوي. يوم جاي ده، يوم جاي المالونيك اسيد ده اللي هو الانهبيتور هيقوم جاي قاعد مكان مين؟ قاعد مكان السبستريت اللي هو الساكسينيك اسيد. يوم جاي قاعد مكان الساكسينيك اسيد. تمام، فيقوم جاي الساكسينيك اسيد دي هيدروجينيز اللي هو الانزيم مش هيعرف يفرق ما بينه، فيقوم جاي مقعد ده مكان ده مقعد اخته، مكان مقعد اختها، مكان خطيبته. تمام، ويقوم جاي ايه قاعد معاه، فيحصل عندي ايه انهبيشن. تمام، فالمالونيك اسيد شبه الساكسينيك اسيد، فعشان كده بيقعد في المكان بتاع الساكسينيك اسيد في الانزيم اللي اسمه دي هيدروجينيز. تمام، ده اسمه كومباتيتيف انهبيشن. نبعد بقى عن خطيبته واختها والخناقات دي كلها ونوصل لحاجه جميله. فاكرين لما احنا خدنا في البايروفيت ميتابوليزم اللي احنا لسه واخدينه من شويه، لما خدنا الانهبيتور بتاعته كنا بنقول ان احنا عندنا واحد اسمه ارزينايت بالاي والميركري، هما الاثنين بيعملوا انهبيشن بواسطه ان هما بيقوموا جايين رايحين على اللايبيريك اسيد اللي هو عمها اللي هيقوم جاي تعبان شهر زياده. انت متخيل ان عمها ده، انت متخيل ان عمها اللي بوظ الفرح للراجل التاني، اللي بوظ الفرح للبايروفيت، اللي بوظ الفرح للبايروفيت دي هيدروجينيز، هيبوظ كمان الفرح للالفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز. هما هيبوظ الفرح للاثنين. تمام، ليه؟ لان الشخص اللي هو في السعوديه ده، انت متخيل ان هو ممكن يكون عم البنت دي وخال بنت تانية. تمام، فهو لما هيغيب عن الفرح هيبوظ فرحين. هو ده اللي حصل عندي. فاحنا عندنا برضو نفس الميكانيزم اللي حصلت. قال لك ان انا عندي ايه، هيقوم جاي حصل عندي ايه، الارزينايت والميركري هيقوم جايين عاملين انهبيشن، هيمسكوا ايه، هيمسكوا في الاس اتش جروب بتاعت اللايبريك اسيد، وهيجي الالفا كيتو جلوتاريت والتاني مش هيعرفوا يعملوا الفرح بتاعهم، لان الايه، لان عم البنت دي مش موجود، فمش هيعرفوا يعملوا الفرح ايه، الفرح بتاعهم. فبالتالي هيتراكم عندي مين؟ هيتراكم عندي البايروفيت، لان البايروفيت مش هقدر احوله البايروفيت ايه، عباره هيتراكم عندي لانه دلوقتي ايه مش هقدر احوله الاسيتايلكو ايه، لان الايه البايروفيت دي هيدروجينيز بايز، واللاكتيت برضو هيتراكم لان البايروفيت هيلاقي مكان تاني، مش هيلاقي، هيقوم جاي متحول عندي اللاكتيت. طيب والالفا كيتو جلوتاريت برضو هيتراكم. تمام، هيحصل عندي ايه، وكل دول عباره عن اسيد واسيد واسيد، هيقوم جاي حصل عندي اسيدوزيس، تحصل عندي اسيدوزيس، يزداد عندي معدل الحامضيه بالجسم. هي دي المش دي الانهبيتورز بتاعت الستريك اسيد سايكل. تمام، يبقى الانهبيتورز بتاعت الستريك اسيد سايكل، افتكر الانهبيتور بتاعتها ليها علاقه بايه؟ باخت خطيبته، اخت خطيبته. تمام، اخت خطيبته التغم هي اللي عملت كل حاجه. تمام، والحاجه الثانيه اللي هو الارزنايت والميركي، ده بيكون موجود في البايروفيت دي هيدروجينيز والالفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز. احنا دلوقتي قلنا ان احنا عندنا جلايكوليسيس والاكسيداتيف ديكاروكسيليشن والستريك اسيد سايكل، دول بنستخدمهم عشان ننتج طاقه. احنا لما عملنا طاقه بالثلاثه دول كلهم، انتج عندي كام جزء طاقه؟ احنا حولنا الجلوكوز ل 2 بايروفيت و8 اي تي بي، ده في الجلايكوليسيس. تمام، انتج عندي كام اي تي بي؟ 8. تمام، يعني حولنا ل 2 بايروفيت و8 اي تي بي. تمام، ال 2 بايروفيت واحنا جايين محولينهم لايه، حولينهم الاثنين اسيتايل كو اي زائد 6 اي تي بي، لما احنا حولنا الاثنين الى ناد اتش رحنا مودينهم الايه الكترون ترانسبورت تشين، فكده انا موجود كان عندي كام، 2 و6 هيساوي كام، 14، موجود عندي 14 دلوقتي. تمام، طيب عندي بقى في السيتريك اسيد سايكل خدت كام اي تي بي، حولت 2 اسيتايل كو اي، احنا عارفين 1 اسيتايل كو اي هيديني 12، ف2 هيحولوا لي كام، هيديني 24، ف24 و14 هيديني 38 اي تي بي. يعني انا بستفيد من جزيء من جزيء الجلوكوز الواحد، بنتج منه 38 اي تي بي بواسطه الثلاثه باسوي دول. تمام، يبقى التوتال بيبقى كام، التوتال ان انا بنتج 38 اي تي بي.
هي دي. احنا كده خلصنا الميجور باسوي بالكامل، اتكلمنا عن الجلوكوز، اتكلمنا عن اكسيدنت دي كاربوكسيليشن، اتكلمنا عن السيتريك اسيد سايكل. راجعوا المحاضرات كتابه زي ما احنا قلنا لكم عشان تعرفوا الباسوي كتابه، والحاجات التانية حاولوا تتمرنوا عليها. تمام، وبالتوفيق لكم جميعا.